دلوقتي نروح نتعرف مع حضراتكم على أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. وأهم هذه الأخبار: تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء جلسة لمناقشة الجوانب التشريعية لوثيقة ملكية الدولة. وأيضا أسرة أبو العنين شعيشع في كفر الشيخ هتحتفل بالذكرى السنوية ال11 لرحيل. وأخبار تانية هنتابعها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. مجموعة من الأحداث المهمة هتحصل النهاردة، أبرزها أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هيواصل عقد ورش العمل في إطار حوار الخبراء لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة من الجانب التشريعي والقانوني في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي. كمان أعلنت أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العنين شعيشع نقيب قراء مصر الأسبق إحياء الذكرى السنوية ال11 لرحيله بإقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية وذكر مناقبه ومآثره بمسقط رأسه في مدينة بيلة في محافظة كفر الشيخ. النهاردة كمان هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بعنوان ليلة من الزمن الجميل الساعة 8 بالليل. هيتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي. النهاردة هتغادر بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط على متن طيارة خاصة متوجهة لمدينة وهران الجزائرية للمشاركة في الدورة. الرياضات المشاركة في البطولة أبرزها رياضة ألعاب القوى والريشة الطايرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والجمباز وغيرها من الألعاب.